انسترومنتيشن وعرفنا كيف نلعب روتري جيم وانهينا تحضير القناه بتاعنا بروتري وحاليا قناتنا بريبيرد على حسب الفايل اللي وقفنا عليه وقلنا ان على حسب الكنال وعلى حسب مجموعه فاكتورز احيانا توقف على تيبل 4 واحيانا توقف على تيبل 6 وقلنا لو الكنال واسعه وستريت فورورد توقف على 25 تيبل 6 جميل الكلام الان قنواتنا جاهزه وردي الاوبتوريشن لكن للاسف ان عندي خطوه مفقوده في عالم علاج العصب الخطوه هذه ما بين الانسترومنتيشن وما بين الاوبتوريشن الخطوة هذه تسمى فاينل رينزنج بروتوكول اي غسلة الكنال الغسلة الأخيرة. السؤال يقول هي الخطوة هذه استحدثت علاش؟ بكل بساطة لأن دكتور احنا الكنال غالبا ما نقدروش نوصلوا لكل الجدران وما نقدروش نلمسوا كل الجدران بالفايلات. فبكل بساطة عندي أماكن يستحيل أن الفايل يزورها مهما كبرت الفايلات. الاماكن هذه تسمى بلبل سيستم اي بمعنى اماكن في حجرة العصب او اماكن داخل القنوات اسف الاماكن هذه الفايل ما يقدرش يلمسها لي وما يقدرش ينظفها لي بمعنى ان الكنال حاجة مش متساوية الكنال حاجة مش منظمة الكنال حاجة مش فانل شيب الكنال حاجة الريجولر يلزمك انك تستهدفها بالريجيشن لذلك اول ما تكمل تحضير قنواتك حاول انك تضيف الفاينل رينزنج بروتوكول اي غسله الكنال الغسله الاخيره قبل الاوبتوريشن. علاش؟ لان الاماكن اللي عندها في القنوات مش متساويه. فبالتالي ضروري ما تستهدف هذه القنوات بالاريجنت سوليوشن اي بمعنى تنظيفه الكنال التنظيف الاخيره قبل الاوبتوريشن. لو جينا تكلمنا دكاترتنا على الفاينل رينزنج بروتوكول انا حبيت نديرها. في نهاية جلسة التحضير يلزمك توفير بعض الحاجات اللي انت بتقول انا بندير بيهم فاينل رينزنج بروتوكول، الحاجات كالآتي. أول حاجة تلزمك إن تكون موجودة إن يكونوا معاك ثلاثة الريجنت سوليوشن. احنا شو كنا نقوله أثناء التحضير؟ جاست صوديوم هايبوكلورايد، لكن تو يختلف الحال. ضروري ما يكون معاي ثلاثة الريجنت سوليوشن اللي هم صوديوم هايبوكلورايد NDTA solution لحظة مش جل لا لا solution الثالثة كلوروكسيد إذا ضروري ما يكونوا معي الثلاثة موجودين وهذا أول شرط مطلق يكون موجود معي تريبل سوليوشن جميل الشرط موجود الشرط الثاني الشرط الثاني ضروري ما يكون معك 5 ملي من كل سوليوشن كنا قديش نحطه بين الفايل والفايل ملي في نهاية الجلسة يلزمني اني سرنجة كاملة من كل سوليوشن تترك في الكنال 5 ملي، إذا هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني دكتورة ريما للفاينل رينزنج بروتوكول، إذا الشرط الثاني يكون معي 5 ملي، ال 5 ملي هذا من كل سوليوشن بحيث انك تنهي بهم جلسة التحضير، 5 ملي من كل سوليوشن. الشرط الثالث والأخير أن للأسف السوليوشن لا يمكن أن يصل لكل الأماكن فيلزمك أنك أنت تصنع أي أكشن يخلي السوليوشن يرتج داخل القنوات ومن ثم يصل إلى الأماكن اللي أنت ما قدرتش توصلها لها بطريقة بسيطة فالعملية هذه رجة السوليوشن داخل القنوات بماذا تسمى؟ تسمى بالأكتيفيشن إذا هذه كلها شروط فاينل رينزنج بروتوكول الشروط كالاتي اولا يكون معي ثلاثه سوليوشن ثانيا يكون معي 5 ملي من كل سوليوشن ثالثا يكون معي اكتيفيشن اوكي نفصل الموضوع شويه لو شلنا دكاترتنا تكلمنا عن السوليوشن الثلاثه اللي بيكونوا موجودين عندي يلزمني وجود الصوديوم والاي دي تي اي والكلوروكسيد لكن خلينا نفصل شويه لو شلنا اول حكينا عن الصوديوم كم تركيز الصوديوم اللي نشتغل به؟ 5% في حاله كنال انفكتد في حالة الكنال ستيرايد كان بي اني نشتغل بتركيز 2.5% جميل هذا الصوديوم فلو سألتك يا دكتور هي كمية الصوديوم كم 5 ملي لو سألتك ما وظيفة الصوديوم
ترد علي، الصوديوم يكل اغلب انواع البكتيريا، يعني يقتل اغلب انواع البكتيريا. شو قلت انا؟ ركز، يقتل اغلب وليس الكل. متفاهمين؟ الوظيفة الاخرى للصوديوم ان الصوديوم هايبوكلورايد شو يدير؟ يدير ديسولفينج للبلبل تيشو، يعني يذوب البلب اللي انت ما قدرتش توصل له، فهو وظيفته يذوب الاجزاء العضوية ومن ثم يقتل البكتيريا بشكل الأغلبية. باي عندي بكتيريا ما قدرهاش الصوديوم موجودة، وحنحكوا عليها بعد شوية. إذا هذه وظيفة الصوديوم. لو جينا لتاني سوليوشن اللي هو الـ ADTA، كم كميته؟ 5 ملي سيرنجا. باي كم تركيزه؟ تركيزه 17%. أنا نحكي سوليوشن مش جل. واضح؟ مهم هلبا الكلام يا دكتور. سوليوشن مش جل، أوكي؟ باي لو سألتك ما وظيفة الـ ADTA solution؟ ترد علي وتقول لي ليس له وظيفة إلا وظيفة واحدة، إنه هو يحول في طبقة السمير لاير الطبقة العازلة اللي ممكن تبقى خبايا من البكتيريا تحتها، اللي ممكن تسد لي اللاترال كانالز والدنتانال تيبيولز. فهو مش حاجة تنظف، إنما حاجة تحول في طبقة السمير لاير الباودر بتاع الدنتين الصغير اللي يسد في الحاجات اللي تحتها. إذا هذه وظيفة الـ ADTA. اوكي، كملنا وظيفة الـ ADTA. نجو للكلوروكسيدين. لو جينا تكلمنا عن الكلوروكسيدين دكتوري وقلت لك شنو وظيفته، تقول لي الكلوروكسيدين وظيفته وظيفة وحيدة، انه هو يقتل انواع البكتيريا الباقية اللي ما قدرش الصوديوم على قتلها. واشهر انواع البكتيريا المعروفة تسمى ستريبتوكوكس فيكاس، تسمى فيكاس. اوكي، علاش يا دكتور حكيت لنا على هذه دون الغير؟ احنا الكورس بتاعنا اندودونتك تريتمنت مش مايكروبيولوجي، علاش حكيت عليها؟ لأهمية هذه البكتيريا، لأن البكتيريا هذه وأسفها أنها هي البكتيريا المسببة للفيلير. لما جو شافوا الأسنان المفلرة اللي شغلها ما نجحش في علاج العصب وشافوا السبب الأساسي، لقوا أن السبب الأساسي هو البكتيريا الفيكالس هذه. ستريبتوكوكس فيكالس هي سبب الفيلير، لذلك لا تترك اي بقايا من هذا العدو اللدود. وضحت الفكره؟ صحيح. نرد عليك بحاجه ثانيه، ماذا لو يوم ما جتني سنه فيلت فاشله وتبي ريتريتمنت، اوكي؟ حذاري ثم حذاري ان تدخل الى الريتريتمنت وذات كلوروكسيدين. علاش؟ لانك انت حتدخل البكتيريا هذه بصوديوم، والصوديوم هذا غير قادر على قتلها. بس فالحاجه الاساسيه في الريتريتمنت الكلوروكسيدين من الاساسيات. السؤال يقول باهي دكتوري التركيز بتاع الكلوروكسيدين قديش المفروض يكون؟ رد علي، انا عندي 0.12%، بوينت 12% دكتوره ملاك، وعندي 0.2%، اوكي؟ من يقول لي نستخدم في البوينت 12 ولا نستخدم في البوينت 2%؟ لا هذا ولا ذا. يس، تركيز الكلوروكسيدين في علاج العصب تركيز 2%، هو التركيز. لان التركيزين الاولات هذو تركيزات بريو، هذو تركيزات ماوث ووش، مش تركيزات اندودونتك تريتمنت. فنتفاجئ من بعض الناس كالميديكال ريب يجي في كورس علاج عصب، اوكي، ويجي يقعد في منتجات الشركه ويقنع في الاطباء ان عندنا ماوث ووش تقدروا تستخدموه في علاج العصب. فهذا لاير، يمشيش الكلام هذا. علاش؟ لان التركيز اللي عندك تركيز بيريو، تركيز ماوث ووش مش تركيز علاج العصب. التركيز بتاعنا 2%. واضح؟ طيب دكتور تعال معي، نبي نرتب السيكونس من A to Z. لو جينا حاولنا نرتب السيكونس ونبدو به من البدايه للنهايه، نحب انك تقول لي اول سوليوشن نبدا به شنو يكون، واستعيني شويه بالتفكير. انا عندي صوديوم و ADTA وكلوروكسيدين، والكلوروكسيدين متفاهمين ان احنا بننهي به الجلسه، منتهي الكلام. اللي بنبدو به هل هو الصوديوم او هل هو ADTA؟ وخلي بننبهك على نقطه صغيره. احنا نعرف ان الصوديوم هو اللي بيكل البكتيريا، والـ ADTA هو اللي بيحول السمير لاير جاست. اوكي، سؤالي ليك، هل من باب اولى ان تدق معاقل البكتيريا، او من باب اولى ان تفتح البوابات الجانبيه
ومن ثم تدك معقل البكتيريا. شنو رايك؟ انا من رايي انك انت تفتح البوابات الجانبيه وتحول اسم الله يبان عليك المكان كلير، ومن ثم تدك معقل البكتيريا. اذا اول حاجه بنبدو بها شنو هي؟ انت اوريدي كنت في جلسه تشتغل بالصوديوم، اذا الصوديوم كان شغال. تو في فاينل رينزنج بمين نبدا؟ بالاي دي تي اي سوليوشن. خذي معي، جينا اخذنا الاي دي تي اي دكتوري وبدينا به، اول سوليوشن نبدا به هو الاي دي تي اي، اوكي. اخذنا الاي دي تي اي وحاولنا نبدا به، كميتها قديش تكون؟ جميل، سيرنجها كامله، اوكي. بتركيزها قديش يكون؟ 17%. حطينا دكتوري الاي دي تي اي داخل الكنال، اوكي. حطيناه في الكنال، جميل، شنو وظيفته؟ يحول السمير باش يتعرض انتاني للتيبيوز ولا ترانكنالز، اوكي. اول ما حطينا الاي دي تي اي جل، الاي دي تي اي سوليوشن اسف، حطيناه في الكنال، لكن للاسف الاي دي تي اي ما وصلش لكل الاماكن. اوكي، شنو نديروا له؟ شنو نديروا له؟ لا 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 ويتنج. يس ويتنج، يس استنى ويتنج، يس ان ويتنج، يس ان ويتنج، يس ان ويتنج. دقيقة، مينت. بعد المينت هذه اكتيفيت. يس 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 يس. اذا بكل بساطه نخلوه دقيقه بحيث انه هو يقوم بالاكشن بتاعه، وبعد تالي نرجوه لمده 30 ثانيه. وصلت الفكره؟ اذا هذا من هو الاول؟ هو الاي دي تي اي. اوكي، حطينا الاي دي تي اي وقمنا بهذه الخطوه، استنيناها دقيقه ورجعناها 30 ثانيه. السوليوشن الثاني دكتوري من هو؟ الصوديوم. اوكي، خذ معي، جينا للصوديوم هايبوكلورايد. اوكي، جينا للصوديوم، جميل. لكن تفكر معي سمايل هذا، وحاول انك تنقل لمذكرتك بنفس الشكل. سمايل هذا هو انك اياك ان تخلط السوليوشن على السوليوشن. فدائما وابدا عندنا سيباريتنج ميديا اللي هي نورمال سلاين، نحاول نفصلوا بها السوليوشن على السوليوشن. جميل، جينا للصوديوم هايبوكلورايد، كم تكون كميتها؟ سيرنجة كاملة 5 ملي، كم يكون تركيزها؟ 5% أو 2.5%، شنو وظيفة الصوديوم؟ يقتل أغلب البكتيريا، والبلض اللي ما انسحبش منك شنو حيصير له؟ ديسولفينج. لو بتعرف بمسمى آخر قلت لك ديسولف الأورجانيك ماتيريال ترد عليه تقول لي يس، هو نفس الكلام، أوكي؟ يعني الاورجانيك الحاجات الرطيبه، الاورجانيك حاجات صلبه، واضح؟ جينا للصوديوم، ضخيناه في الكنال، اوكي، اول ما حطيناه في الكنال سيرنجه كامله، ايه شنو ندير؟ لا 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 ويتنج، ان ويتنج، ان ويتنج، ان ويتنج، تخليه يشتغل الون لمده دقيقه، بعد الدقيقه هذه يلا دكتور اكتيفيت لمده 30 ثانيه، وحنقول لك على طرق الاكتيفيشن كيف تكون، واضح هنا؟ إذا دكاترتنا تو كملنا الانسوليوشن، تعال معي السوليوشن اللي بعده. لكن في حاجة، السوليوشن إياك أن تخلط السوليوشن على السوليوشن، لأنه يتكون بريسيبيتيت مركب تفاعلي ما بينهم الاثنين، ما بين الصوديوم والكلوركسيدين، يسد لك اللاترال كانالز والدنتانال تيبيوز، فهمنا؟ نجولي آخر سوليوشن معنا من هو؟ هو الكلوركسيدين. جينا الكلوركسيدين بتاعنا وحطيناه في الكنال، ركز معي. كلوركسيدين، اوكي. جميل. مين يقول لي قديش تركيزها؟ 2%. اوكي، كميتها؟ 5 ملي. حطيناه داخل الكنال، واول ما حطيناه داخل الكنال الكل معي وحاول تركز. ويت اند ويت اند ويت اند ويت دقيقة، ومن ثم اكتيفيت. 30 ثانية. اوكي. كملنا السوليوشن الثلاثة. تو في نقطة مهمة نحب نوقفك عليها، شنو رأيك؟ بعد الكلوركسيدين نغسل بسلاين؟ لا، ولا نجفف وهو موجود؟ شنو رأيك؟ نجفف وهو موجود، علاش؟ لأن عنده ميزة كبيرة، الميزة هذه إنه هو يبقى إن أكشن، يبقى يعطي في عمل، تخيل من 24 ساعة لأسبوع يقعد حارس على القنوات الجانبية، فرجاءً لا ما تغسلش هذا الحارس بالماء. اوكي، الميزه هذه شو تتسمى؟ تتسمى سبستانتيفيتي، سبستانتيف ماتيريال، ما معناها؟ معناها يبقى حارس على كل البوابات الجانبيه ضد اي بكتيريا راجعه للكنال. اوكي، فحاول تجفف وهو موجود، وحاول تفنش فيه
الإريجيشن. كملنا السيكونس كامل دكتوري، مازال لي نقطة مهمة، هاو تو دو إت أوف أكتيفيشن، كيف تقدر تدير الأكتيفيشن بتاعك؟ عندي طرق بسيطة للأكتيفيشن، شوفوا معي الطرق كالآتي. الطريقة الأولى للأكتيفيشن يا عزيزي إنك تستعين بجهاز ألتراسونيك للأكتيفيشن اللي هو الألتراسونيك ديفايس، هذه أول طريقة. ركز معي جبنا الألتراسونيك ديفايس، زي شنو؟ عندنا هنا الألتراسونيك ديفايس، أوكي، شغلنا جهاز ديما الأكتيفيشن 30 ثانية، حطينا التب داخل القناة فيعطي في موجات اهتزازية فايبريشن، الفايبريشن هذا يوجب السوليوشن داخل القناة، وهذه أول طريقة، أوكي؟ مثال على شركتنا هنا الألترا إكس، أول طريقة، جميل، فلو جينا شفنا الفيديو قصير على الأكتيفيشن، تفرجوا معي على الفيديو هذا، شوفوا معي على الفيديو هذا، تفرجوا معي، هذا الألتراسونيك ديفايس بالشكل هذا، أوكي، شوفوا معي، أوكي، فوضى عالمة داخل الكنال، فوضى، يعني هنا السوليوشن يرتج ويصل لكل الأماكن اللي أنا ما قدرتش نوصلها بالطرق الطبيعية، واضح؟ بل لو جينا دكاترتنا جربناه في فم المريض، كيف طريقة استخدامها؟ طريقة استخدامها إنك تاخذ الجهاز، أوكي، وتاخذ تب الجهاز، تحطها في القرار وتطلع في ستروكس أب أند داون، أب أند داون، أب أند داون، بشرط يكون باسل. شو معنى باسل؟ يعني ما يكونش ملتصق بالجدران. واضح؟ كل قناة لمدة 30 ثانية. متفاهمين دكاترة؟ هذه أول طريقة وأجمل طريقة للأكتيفيشن. أوكي؟ لو كملنا الطريقة هذه، نحب نضيف لك إضافات صغيرة. الإضافات الصغيرة اللي موجودة لو مشيت يوماً ما وخذيت الجهاز، يلزمك إنك تعرف التبات اللي جينا مع الجهاز. ركز معي. الجهاز هذا يجونا معاه ثلاثة تبات دكتوري، ركز معي، فيري امبورتنت التبات الماضي. ثلاثة تبات موجودة. تب جولد، تب بلو، تب سيلفر. بي أنا أي تب نستخدمها، ركز معي، أنا أي تب نستخدمها، بكل بساطة، التب الجولد، والتب البلو، والتب السيلفر بناءً على الاستخدام الحقيقي اللي أنا بستخدمه. هو جهاز مجملاً. الجهاز اللي زي هذا أنا شو ممكن أدير به؟ عندي به عدة أعمال، ركز معي. العمل الأول إنك أنت تبحث به على القنوات الزائدة بما يسمى بترافيك. العمل الأول. العمل الثاني إنك ترش به السوليوشن داخل الكنال بما يسمى بالأكتيفيشن. العمل الثالث إنك أنت تطلع بالفايلات مكسورة. بما يسمى بفايل ريتريف، اي بمعنى سحب الفايل المكسور. اذا عندي ثلاث حاجات اللي هما ترابينج اكتيفيشن فايل ريتريف. لو جينا للجهاز وقلنا نبغى ناخذ التب اللي بيشتغلوا بها، التب الجولدن الذهبيه هذه باورفول تب، اقوى تب فيهم ثلاثه. هذه وين نستخدمها؟ نستخدمها في حالات البحث على القنوات الاكسترا، ونستخدمها في تطليع الفايلات المكسوره. من هي هذه التب؟ لان هي اقوى تب فيهم على الاطلاق. فلو نبي تبات خفيفه للاكتيفيشن من نستخدم؟ نستخدم البلو ونستخدم السيلفر. واحده بندي بول تب وواحده فلكسي بول تب. البلو بندي بول تب تب دنتني، والسيلفر فلكسي بول تب تب مرنه. اوكي؟ اذا هذا طريقه استخدام الجهاز هذا والتبات الموجوده. دكتوري العزيز، أنا والله حاب نشري جهاز ولكن لا أملك القيمة لشراء هذا الجهاز، هل عندي بديل؟ عندي بديل. البديل بتاعي دكتوري بكل بساطة إني نمشي نشري تبات يربو على الكب ترون سكيلر بتاع العيادة. فشو تسمى الطريقة هذه؟ تسمى اكتيفيشن باي اندو دبس. إذا هذه ثاني طريقة. أوكي. بينما مشيت بناخذ الاندو تبس، شنو ارقامهم؟ كل شركه مدايره تدريجة وترقيمها، لكن لو تسال البائع او تاخذ الكتالوج بتاع الشركه حتعرف كل تب شنو وظيفتها اللي هي بتشتغلها. جميل، تعليق صغير للاندو تبس. لو اخذت الاندو تبس وحبيت ادير بها اكتيفيشن، يلزمني انك تنزل تحت الكرسي وتنقص
يصل باور بتاع الكرسي الى المنتصف. علاش؟ لان الفول باور هذه بيريو مود والهاف باور هي ايدو مود. اياك ثم اياك انك تركب التباتا ما وتخلي الكرسي على قوته، حيصنع لك لجات داخل الكنال ومش حيقوم لك بالاكتيفيشن الصحيح للكنال، كلها تقعد درجات ولجات. ليش؟ لانك انت خليت القوه كامله، فحاول تنزل تحت الكرسي وتنقص القوه الى المنتصف. تريك مهمه. فهمنا؟ اوكي، اليوم الكراسي الحديثه لو نزلت تحت الكرسي حتلقى ان الجهه كامله مكتوب عليها بريو مود، منتصف القوه مكتوب عليها ايدو مود. تفهمين؟ الطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه يا صديقي اللي لا تستاهل اي قيمه، طريقه جدا رخيصه ومش غاليه، طريقه جدا بسيطه، طريقة جدا سهلة، طريقة مش مكلفة، انك تستعين بقطعة جاتابيركا. جيت اخذت التويزر بتاعك، اوكي؟ اخذت قطعة جاتابيركا كالماستر فايل بتاعك، اوكي؟ حاولت انك انت تاخذ منها 2 ملي سفلية كات، اوكي؟ وتاخذ الجاتا هذه والسوليوشن في الكنال، اوكي؟ وتصنع فايبريشن داخل الكنال، فايبريشن بيدك. هل هذه طريقة أكاديمية؟ يس اوف كورس. شو تسمى؟ تسمى مانيوال دايناميك اكتيفيشن. واضح؟ اذا هذه الطريقه الثالثه شو تسمى؟ تسمى مانيوال دايناميك اكتيفيشن. جميل. ما يا عزيزي لو جينا كتبناها احنا مانيوال دايناميك اكتيفيشن، في بعض مناشير الفيسبوك تلقى ان بعض الزملاء لما يشتغل يكتب لك اكتيفيشن باي ام دي اي، فتلقى الناس مستغربين يحسبوا ان الام دي اي، الام دي اي هذا جهاز. هو مش جهاز، هو مانيوال دايناميك اكتيفيشن. لو وريناه في خلال فيديو قصير حنشوفه الاتي. جينا شفنا المانيوال دايناميك اكتيفيشن، حتلقى الفيديو هذا، ركز معي. اوكي، هذا المانيوال دايناميك اكتيفيشن. اي بمعنى قطعه جاتا تطلع وتنزل في الكنال، اب اند داون اب اند داون اب اند داون لمده 30 ثانيه. لا مكلفه ولا اي حاجه، جدا بسيطه. لو جينا كلينيكيا ركز معي، مانيوال دايناميك اكتيفيشن بهالطريقة. عجبا عجبا ان هذا التكنيك، اوكي، يملك 50% من كفاءة الجهاز. تخيل مجانا، يعني شنو اللي يمنعك انك تدير فيه؟ لا شيء. وضحت الفكرة؟ إذا دكتوري بكل بساطة لو لا أملك الأجهزة نقدر نستخدم المانيوال دايناميك اكتيفيشن. توريكم دكاترتنا نقول نتفرجوا على حالة بصيرة من الكلينيك، اوكي؟ نقول نتفرجوا على حالة بصيرة نبي نشرح لك عليها بعض الحاجات. ركز معي ركز معي. الحالة هذه صورناها من أجل التريننج وفيها بعض التعليقات البسيطة. شوفوا معي، لو جينا للحالة دكاترتنا وشفنا الفاينل رينزنج بروتوكول، الحالة هذه بديت بها بـ EDTA ومن ثم صوديوم ومن ثم كلوركسيدين. اللي نبيك تركز عليه في الحالة هذه، نبيك تركز على نوع النيدل، ونبيك تركز على نوع التب اللي بنستخدمها، ونبيك تركز على السوليوشن شنو هو، ونبيك تركز على البروتوكول النيدل المستخدمة، اوكي؟ اوكي دكتور ريما ليس في يضيف. شوفوا معي شوفوا معي هذه الحالة ورتب هاي الخطوات اللي قلناها. ركز معي يا دكتور.
ركز معي ركز معي. لو جينا للحالة هذه وبدينا نطبقوا باب الفايل ريزن بروتوكول من A to Z، طبعا هنا معي اسيستنت شد السكشن، ونحاول نطبق البروتوكول ضروري ما يكون معك اسيستنت ماسك السكشن معك، بحيث ان كل الريجنت اللي يطلع يشفط السكشن. خذ معي اوكي. السوليوشن الاول هو اي دي تي اي 5 مللي في الكنال، استنينا دقيقه ورجعنا تاتي ثانيه. هلا تبدا تستخدمنا بلو يس اوكي. كملنا الـ NTA، تعال بنحاول نطبق الـ MDA Manual Dynamic Activation. كل بعد Trucks Up and Down Up and Down Up and Down 30 ثانية في كل كنال. اوكي اوكي 30 ثانية في كل كنال. جميل، لاحظوا ان الجدار اللي هنا بني بريد هو بريدنج اب اوكي. علاش؟ من اجل ان يودي بريزر بالصوديوم داخل المكان اوكي. سلاي جو هاد يس يس ذاتس ات. وصلنا السوليوشن على السوليوشن بواسطة سلان شوب بي اوكي اوكي. كملنا ثاني سوليوشن معنا صوديوم. النيد اللي نستخدمه مباشر هي سايد بنتج نيد اوكي. شوف النيد اللي هنا كيف بتتغير، وشوف المسكه كيف بتتغير، وشوف البروتوكول كيف بيتغير. سايد بنتج، شوف المسكه اب داون اب داون اب داون، والسكشن يشفط ولا؟ جميل. قديش الكمية؟ طيب بعد تالي وي زين اكتيفيشن وهكذا. اوكي قصيت الفيديو هنا دكاترة، مش ننطلق بسرعة ونمشي للاوبتيوريشن، ففي لقطات منصوصة ماشي. اوكي كملنا تاني سوليوشن هو الصوديوم، شن حيدير؟ يكل البكتيريا وديسولف البربل تيشو. اوكي اوكي جميل، يعني تشتغل بمكانك كلين كلير دراي. اول ما حتجفف حتتحصل على انظف مكان ممكن تحلم به، فتلقى روحك تبكتور الكنال بتاعك في مكان جدا نظيف. اوكي تمام كملنا، وبعد تالي فصلنا، وبعد تالي كلور اكسجين، وكملنا نفس العمليه كلها. اوكي نشوف بعد تالي دكاترتنا. مقصود الفيديو طبعا جذبت القناه، وتو نبي نوزع السيلر. افضل طريقه لتوزيع السيلر انك توزع السيلر بالبيبر بوي، افضل طريقه اوكي. بدينا البيبر بوي وزعنا السيلر اللي جنبوه اوكي، ونحاول اني انا اسكر القناه هذه بانجكتد كاتابيركا اللي هي ثيرمو باستي فايزر كاتابيركا اللي هي بال 3 دي اوبتيوريشن اوكي. اوكي وهذه الكتابيركا السائلة الساخنة اوكي صفت كتابيركا. جميل نشوف على التالي، نديروا باكينج للكاتا، وهيك عندي سكسس ريت تعادل 100%. اوكي يعني شو ندرك؟ فاينل ريزنج بروتوكول جيد، تحضير جيد للقنوات، اكسس جيد، واوبتيوريشن جيد، فانت شادل السكسس ريت ماشي. نبي نوريكم دكاترة بعض الحالات اللي ممكن تشوفها لو طبقت الفاينل ريزنج بروتوكول. هذه سنة كانت انسايزر اوكي. السنة هذه بكل بساطة دكتوري اشتغلناها شغل تقليدي عادي، ولما انهينا الشغل بتاعنا طبقنا الفاينل ريزنج بروتوكول. شوف الاكشن اللي طلع لي، وشوف النتيجة اللي طلعت لاترال كنال بفعل الفاينل ريزنج بروتوكول، وطلعت لاترال كنال اخرى بفعل الفاينل ريزنج بروتوكول. فلو طبقت هذا البروتوكول حتتفاجأ باشكال جميله فيها علاج العصب، حتصدمك يوما بعد يوم الاشكال هذه ما كنتش تشوفها اساسا بالشغل التقليدي البسيط. اوكي؟ اذا دكتوري هو خطوه اساسيه ما بين التحضير وما بين الاوبتوريشن، تسمى فاينل ريزنج بروتوكول. لمن نحكي؟ نحكي لناس
تبي تمسك الصكس سلات في يدها. نحكي لناس يتكلموا اهل سنة يا بتسكسس يا بتسكسس يا بتسكسس يا بتسكسس. بس اوكي هيك دكاترتنا نقدر نقول نحن كملنا الفاينل فرنزي من البروتوكول وبناخذ معاكم الاوبتيوليشن على التيبل الغالي معاكم ماشي اوكي.